بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. أهلا بكم حبايبي في فنون التربية، وحشتوني جدا جدا. معلش كنت مقصرة الفترة اللي فاتت دي شوية، بس حبيت أجيلكوا بقى في فيديو جديد كده النهاردة، حاجة مختلفة تماما. يقين، الحمد لله الحمد لله، يقين بنتي حافظت الجزء الثاني من القرآن، ختمته. الكلام ده طبعا بقاله 15 يوم، بس طبعا كنت وعديها ان انا هجيب لها لعبة هي كانت عايزاها يعني، وقال لي عليها كذا مرة. فالفترة بقى اللي فاتت ما كناش بنخرج وكده، اول يوم نخرج فيه النهاردة، فحبيت طبعا ان شاء الله ان شاء الله الاقيها، لاني تعبت فعلا النهاردة طول اليوم عمالين ادور مش لاقينها، يا رب نلاقيها بس هنا. حبيت بقى اصور لكم معانا، يعني اصور المكان مع انتوا معانا، بس يا رب نلاقي اللعبة ان شاء الله، وقبل ما يقين يا رب تختم القرآن كله. طبعا انا اتكلمت في الموضوع ده كتير، ان احنا لازم نشجع اولادنا بالالعاب والهدايا وكده، ويا ريت يكونوا هم بنحفزهم بحاجة هم يكونوا فعلا عايزينها، ونشجعهم بالموضوع ده. وصلنا ركن الألعاب. بصي يا حبيبي العروسة دي، معلش هو التصوير بس عشان بنتي اللي بتصور مش هيبقى كويس، بس العروسة دي جميلة جدا، تعلم البنات النظافة يعني، فيها طاولة وحوض وصابون وكده، فجميلة جدا يعني انتي تعلمي البنات عليها النظافة. واللعبة دي بقى فيها الخضار الصحي والطعام الصحي، نعلمهم عليها الطعام الصحي، خضار وفاكهة وكده، وفيها كمان ألوان. بصي كمية الألوان اللي فيها، تعلم الاطفال برضو الالوان واشكال الفواكه، وجميل قوي يعني. وهنا العرايس دي طبعا، كل دي كميه عرايس كبيره قوي. انا اعلم، احنا قلنا لعبه العروسه دي مهمه للبنت، بنعلمها اي صفه او اي حاجه احنا عايزين نعودها عليها او نعلمها عليها بطريقه العروسه. فهنا عرايس كتير جدا. ولقينا اللعبة، بس طبعا مش هي برضو اليقين كانت عايزاها قوي، كان عايزة دي اللعبة دي، هي مكنة زي مكنة البسكوت كده، بتحطي فيها الصلصال من ناحية بيطلع لك شكل الكلمة، بس هي دي طبعا بتعمل هي الحروف بس، اشكال نجمة اشكال قلب حاجات زي كده. فاحنا طبعا مش لاقين اللي هي الكبيرة منها خالص دي، بقى ممكن ناخد لها دي لو يا ريت يعني ترضى.
دي بتحطي منها تطلع شكل حرف، شكل اي حاجة انت عايزاها. بقى التانية كان كلمات، بس يا رب ترضى بيها. عموما يا حبيبي احنا عايزين حتة التحفيز ده للطالب باللعبة، يا ريت يعني يا ريت نقدر ان احنا نجيب له اللي هو عايزه لو عمل اللي احنا عايزينه. دي السلم والتعبان، نعلم الاولاد عليها العد، تنفعنا في الحساب وفي الماس وكده، وفيها الارقام انجليش وعربي. دي طبعا مكعبات بجميع اشكالها، اشكال حيوانات واشكال طيور وحاجات زي كده، في منها كبير وفي منها صغير. حبيبي معلش احنا خرجنا بره، ما قدرتش اكمل تصوير جوه، الكاميرا فصلت، التليفون فصل يعني شح، فما عرفتش اختم معاكم الفيديو جوه. صدقوني انا مبسوطه جدا جدا النهارده، يعني حاسه ان انا اللي فرحانه بالهديه اللي جبتها اليقين مش هي. ده طبعا حافز ليها جامد، ويا ريت ان احنا نتعود بالموضوع ده. النهارده الفيديو كله حبيت اجيبكم معايا كمان واحنا رايحين نجيب لها الهديه دي، عشان ده يبقى حافز لينا كلنا ان احنا اولادنا يا ريت لو عملوا اي حاجه كويسه نحفزهم بالهديه. حته الهديه دي او الحاجه اللي هم عايزينها انا اعملها لهم بعد ما هم يعملوا اللي انا عايزاه، دي حاجة بتحمسهم قوي وبتخليهم يبقوا عايزين دايما يبقوا في تقدم ودايما يعملوا اللي انت عايزاه لو هتعملهم كده. يعني انتوا ما تخيلوش فرحتها النهاردة قد ايه. كل الاطفال كده بتحب الهدايا وبتحب المسابقات وبتحب اللي هي عايزاه تعمل لها، تعمل الاكلة الجميلة دي، هتعمل لنا مثلا هنروح عند تيتا تعملها اللي هي عايزاه لو عملت كذا. فالشيء ده بجد بجد هيحمسهم قوي، وياريت كلنا نستغل الموضوع ده ونعمله مع اولادنا، خصوصا الدراسة جاية فنهتم بالموضوع ده قوي 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 اثناء الدراسة كمان. هيخلي اولادنا ان شاء الله يبقوا في تقدم دايما، ويا رب نشوفهم احسن ولاد في العالم الاسلامي كله. وبس كده، ولو عجبك الفيديو اول مرة تشوفنا انزل اشترك في القناة، ومتنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.